سلحفة زحلفة سحلفة، أسئلة وجودية كتير جدا، هي سلحفة ولا زحلفة؟ المهم كنت بستغرب صحابي زمان اللي بيربوا سلاحف، طب أنت بتستفيد إيه؟ يعني إيه الفايدة اللي ممكن ترجع لك لما تربي سلحفة؟ أنت فضلت تندع عليها طول حياتك، شعرك هيقع وهتعجز وهيطلع لك لغد، وهي ولا هي معانا. أنت بتتعامل مع زلطة، الزلطة، مفيش أي حاجة بترجع لك في الموضوع. الناس اللي بتربي حيوانات مفترسه، طب انا هستفيد ايه يعني ان انا اربي حيوان مفترس؟ ان انا مثلا يبقى عندي حيوان متخيلني كل يوم فريسه على طبق سلطه كده او تحت بقدونس، ليه هيستفيد ايه؟ يعني الناس مثلا اللي بتربي تمساح، ليه تربي تمساح؟ مساء الفل، تعال اقعد معانا كده، اتفضل. تعبنا احنا التعبين صح؟ ولا يهمك. اسمك ايه بقى؟ احمد بلوي. ازيك يا احمد؟ تعبين الحمد لله، تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله، الدنيا تمام. قول لي يا التعبين دي المفروض عندها كام سنه؟ يعني مثلا ممكن يعملوا بتاع 6 أشهر 7 أشهر. 6 أشهر 7 أشهر. هو ايه اكتر حيوان مفترس بيتباع في السوق؟ بالنسبه لعندنا هنا بيبقى في اللي هو في السوق المؤاخذه اللي هي الكلاب والتماسيح والتعابين والزلاحف، بس بالنسبه للتماسيح هي مش موجوده واقليه قوي في السوق. هي سلحفه ولا زحلفه؟ زحلفه. وفي اللي هو التعابين ذكر الزحلفه بيبقى اسمه سلحفه ولا سحلفه؟ سلحفه. والنتايه زحلفه. صح. طيب والتماسيح ليه بقى مش موجوده لما دخلنا كده وسالنا؟ بتبقى بالنسبه مثلا هو القلق، وان هي ممكن تقعد حد بتاع، ما بتبقى التعبين هينه شويه عليها، عشان مثلا التعبان ده مش سم، ما بيبقى السم ممكن الطفل يمسكه. اللي بيربي مثلا تعبان زي ده بيعمل بيه ايه؟ كل واحد وغيته. ايه رايك لو خدنا منك بس التعبين دي وجربنا ان احنا نبيعهم، نعمل كده حركه كده، ايه رايك؟ مفيش مشكله، عادي. تبيعهم لنا بكام؟ اللي انت عايزه من غير اي حاجه. الله يخليك. لا ممكن تبقى معانا وبعد ما نخلص تاخدهم انت بقى كام نبيع. مفيش مشكله، بس حطهم بقى في القفص بتاعهم. طبعا خدنا التعبين من عم احمد وجربنا ان احنا نعمل بيها كده حاجه مختلفه، نعمل تجربه بجد نشوف ايه اللي هيحصل. بتروح تشتري من السوق تعبينه كده؟ عادي، ما عندكش مشكله. بتخاف من التعبين؟ لا ما بخافش التعبين، ما بخافش الا من اللي خالقني. الله عليك. بس عادي ممكن تشتري التعبين دي؟ عادي، مع كل حاجه يعني، ما دام حيوان ممكن يعني ممكن يتربى. انت ممكن تشتره مننا لو كده؟ اشتري. بكام بقى؟ زي ما انت عايز. يعني انت بتشتري في العادي بكام السن ده؟ في السن دوت يا عم مثلا ب 50 جنيه، 50 جنيه، والحاجات اللي بحب انزل معاه. يعني انا ممكن تخلص معايا على كام في الاثنين؟ على حسب حاجه، حسب بقى حجم التعبان. يعني دول مثلا، دول يعني امسك كده انت المايك ده، امسك كده. استنى عشان انا اول مره طلعهم لك انا؟ لا عيب عليك. ده يعمل له كام ده؟ هيعمل له 100 جنيه. 100 جنيه؟ الواحد؟ يا رأي يعني الاثنين 200؟ يعمل له 100 جنيه، الثاني شوف الثاني بقى. ما الثاني يا عم زيه يا عم، نشوفه ليه؟ طب استنى شوف. ممكن تشتري تعابين؟ اشتري، بس لو ليا مكان ليا اربيها فيها. انت في العادي عندك اماكن مثلا تربي فيها حيوانات ثانيه؟ طبعا. انا عندي قطط شرازي وحاجات كده. طب انت ممكن تجيب لهم مثلا تعبان يلعب معاهم؟ ينفعش. هو لو تمساح اتجوز تعبان ممكن يخلفوا ايه؟ يخلفوا ايه؟ يخلفوا قرد طبعا.